عواش مبروكة، يدخل عليكم بالصحة الهنا والسعادة. قالوا ناس زمان اللي يعرف يهدر يسوى 100، واللي ما يعرف يهدر يسوى 200 غير إلا سد فمه. فهنا كيبغيو يقولوا لنا بأن الناس اللي كتكون هدرتهم زوينة ولسانهم كيقطر كيف كنقولوا عسل، ما كنسخاوش بيهم يسكتوا، كنبغيو نسمعوا ليهم وكنعطيوهم الوقت نسمعوا ليهم. اما الناس اللي كيكونوا مساكن فما تكرهوش ما نكرهوش يبقاو غير ساكتين. خليتكم على خير، عواشكم مبروكه، بسلامه.